انتشرت الفترة اللي فاتت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتيك توكر اسمها أم جاسر، بتقدم محتوى بيعتمد على تقليد النجوم والغنى بطريقة كوميدية، وده عبر تطبيق التيك توك. لكن أم جاسر بقى خبطت في رمز الرجولة الأول والمناطق الشعبية تما، أحمد العوضي. يا ترى أحمد العوضي عمل معاها إيه بعد ما قلدته؟ وهل فعلا هتشارك في دور في مسلسله الجديد؟ تعالى نعرف القصة من البداية للنهاية على المصرية. أم جاسر ممثلة شاطرة جدا، قدمت عدد من المقاطع وهي بتقلد حمادة هلال في المداح واحمد العوضي في حق عرب ومحمد رمضان واعماله الرمضانية والتلفزيونية الاخيرة. الفنانين بقى كانوا متفاعلين جدا مع ام جاسر وشيروا فيديوهاتها على حساباتهم الرسمية سواء على الانستجرام او الفيسبوك، وده بسبب جماهيريتها الكبيرة جدا وخفة دمها في تقديم المحتوى، ونالت كتير من التعليقات الساخرة من بعض الجمهور. ما هي الشهرة مش حلوة في كل حاجة. أم جاسر بعد الشهرة الكبيرة اللي وصلت لها وإن بعض الفنانين بقوا فان ليها، ابتدت تقول هو أنا همثل إمتى؟ أنا مش أقل من الناس دول. أحمد العوضي دخل على طول وقال لها هتمثلي معايا المسلسل الجاي أم جاسر يا عسل، عشان ترد عليه أم جاسر في مقطع فيديو تاني وتقول له فيه أنا بحبك قوي يا عوضي، بس مش بقبل بأقل من أدوار إغراء زي هند رستم وماري منيب، هاخد 3 مليون جنيه وعايزة ريجيسير وباديكير ومانيكير كير، انت وعدت ولازم توفي. احمد العوضي لسه بقى هيرد على ام جاسر خلال الايام اللي جايه، وهنشوف هو هيديها دور فعلا ولا لا. ام جاسر قدرت انها تحصد مشاهدات كتيره جدا والناس تفاعلت معاها، وعلى فكره مش هتبقى اول او اخر تجربه ان تيك توكر يخش مجال التمثيل زي ناس كتيره عملوها قبلها. تفتكر بقى احمد العوضي هيديها دور فعلا في مسلسله الجديد ولا ده كلام سوشيال ميديا وخلاص؟ وانت بقى لو منتج او مخرج هتدي ام جاسر كام في المسلسل؟ قول لنا في الكومنتات.